ما كان ودي، لكن اللي حصل خير. ما كان ودي لكن ما كان ودي لكن اللي حصل خير. ايه شفت يا جماعة الخير، ما كان ودي انها تلتغي الفقرة، ولكن ريان هو صاحب الفقرة وهو يعرف كيف يديرها، ويعرف ان لظروفها بعض التصرفات، وهو طبعا له احقية مشروعة في الغاء او استكمال الفقرة. الشباب الله هداهم ممكن اليومين هذه كانوا تعبانين، فعشان كذا ممكن ما تمت. لكن انا بالنسبة لي يا مناحي ان الله شاء ويسر. أنا بكرة عندي فقرة مقادير، لن يعني أتهاون أبدا، وراح أكون من الحاضرين. والشباب اليوم ما هو من تهاون عشان تكون بالصورة، بس الشباب لأنهم تعبانين. أنا أمس نمت قبل انتهاء البث. أنا يا مناحي أنا أعلم على روحي، أنا نمت قبل انتهاء البث وقعدت بدري، فعشان من هذا المنطلق ممكن الشباب أنهم لين ساعة البث انتهت، انتهى البث وناموا، فعشان كذا تعبانين. وهذا حق مشروع، يعني بالنهاية الإنسان لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الواحد يقدم ويشتغل ورياليتي، الإنسان له جهد يعني تحت طاقة معينة يعني. فاللي بقوله أنا بالنسبة لي عندي بكرة الفقرة، وإن شاء الله راح أكون من أوائل المتواجدين. ما كان ودي والله اني امس حرصت على اني اصح الشباب، وكذلك اليوم، وحتى اني قلت شوي اني ابي اماطل بريان على ما يجون العيال، قهوه وشاهي وحلا وسوالف بسيط، لكن للظروف احكام. من ضمن المواضيع اللي مشاني مني اسوي قهوه كنت بتكلم عنه، وكنت اقول انه كان ودي اني اتكلم تحديدا بهذا الموضوع يكون تحت نهاية بث، لكن بحكم انه ظاهر انه بدينا نميل للصيف، فما احيانا يكون مع انتهاء الفجر ينتهي البث، فما كان ودي، ودام اللهم لك الحمد موجود، فودي اتكلم. احنا نتكلم عن الوالدين، نتكلم عن حقوق، نتكلم حقوق فيه جانب ممكن الناس مهملين بهذا الجانب، وانا اشوفه من اهم اختياراتك في الحياه. الحين كل واحد مننا اللي يبغى مثلا يبني بيت ولا يختار ارض ولا يختار شقه ولا يختار، يسال وين مكانه. فتحديد المكان هذا بحد ذاته لا يقل اهميه عن اختيار من معك في المكان هذا، الا وهو الجار. الجار لو بغينا نتكلم باستدلال ديني، حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني في معنى الحديث انه لولا لا اله الا الله، انه الجار يعني ممكن يعني قد يورث يعني. ورسول الله صلى الله عليه وسلم وصى بسبع جار. غير كذا قول السموأل يقول وما ضرنا ان عزيز جارنا ولكن جار الاكثرين ذليل. فهذا جانب ان الواحد يختار المكان المناسب، وفي حال انه احد لف عليه حاول انك تقدم الحسنى مره ومرتين وثلاث وعشر ولا ما لا نهايه، لانه من احيان سمعه المكان سمعتك انت ممكن ما احد يطعن بحسبك ولا نسبك ولا باسمك، لكن ممكن يطعن بالمكان اللي انت فيه.
فلذلك احرص على وجودك في المكان المناسب، واذا كنت انت يعني وجود مكان احرص على تحسين السمعه قدر المستطاع. لا وانا اقول فوق المستطاع. مثل عند البدو يقول لك الجار قبل الدار، الجار قبل الدار، وهذه تؤكد على اهميه الجار. فالواحد سواء اذا نزل على احد ان يحسن الجيره وان يحاول وغير كذا يا اخي. الجار يعتبر من اهل البيت. الواحد قبل، انا اذكر حتى يوم انا صغير احيانا واحد مثل يوم اني يسافر ولا كانوا الناس، ممكن انا ممكن اقول الكلام هذا وانا لازلت صغير، لكن انا اذكر يعني حقبه زمنيه ان الواحد اللي مثلا ما كان جوالات ولا كان التطور هذا، انه الواحد اللي مشى ولا سافر ولا كذا يوصي على اهل بيته، من يوصي جاره، جاره قريب ويعتبر جزء من البيت، فالواحد يدير باله على جيرانه. غير كذا انه هالجار احيانا يكون من قبيلة مختلفة، من مجتمع مختلف، من لكن تجمعكم، يجمعكم الدين وتجمعكم الأعراف والمبادئ. يعني هذه قيم ما الواحد يفرط به. الجار انا يعني اوصيكم ونفسي بتقوى الله ان الواحد مهما كان جارك حسن حاول تكون احسن، ومهما كان جارك سيء حاول انه يعني فيها حديث او قول ماثور من السلف يقولون ان تقي مصارع السوء. لا اله الا الله، اعوذ بالله من الشيطان. كيف والله اني الحين نسيته، اكاد انه تقي مصارع السوء، ان الواحد يعمل الحسنى احيانا ليقي مصارع السوء. اي انه وكذلك يقول لك انه احيانا دفع، احيانا دفع المصارع، احيانا يقولون انه درء المفاسد، يعني انه الواحد يكون عنده شيء من الحكمه والحلم، انه يكون يدرء، اي بمعنى يقي. يا اخي مو مكارم الاخلاق تقي لا انا والله الحين نسيت، الاوكاد انه الواحد يدرى درء المفاسد مقدمه على جلب المصالح، درء المفاسد مقدمه على جلب المصالح. فالواحد انه يكون يعني يدرى مثل هذه الامور، يدرى جاره، الجار يعني الجار احيانا يكون مثلا من قبيله ولا مجتمع ولا احيانا بغض النظر، يعني احنا انا اتكلم بحكم يعني محافظاتنا او اقاليمنا الخاصه، فما بالك مثلا حتى لو كان برا، احيانا لو كان يعني من جنسيه مختلفه، احيانا لو كان من ديانه مختلفه، الواحد لازم انه يكون تجمعكم الاحترام المتبادل، وحاول انك دائما تقدم الحسنى، لعل وعسى يمكن لو انه يرحل من عندك ويشد، لعل وعسى انه تكون مثلا انت يوم انك تفتح شريط الذكريات وتتذكر المواقف، انك كل مواقف تطلق الوجه كم واحد بواحد يوم انه راح لجاره بتا. ليش؟ لانه وين يلقى مثل هذا الجار؟ وين يلقى مثل هذا الجار؟ فيها من مكارم اهل حايل انه فيها شخص من قبيلة ونزل عليه شخص من قبيلة ثانية، فدعاه الوليمة يبي يسوي له، في ناس يسمونها نزال وفي ناس يسمونها يسوي له عشاء يكرمه بحكم انه نزل عنده، فدعاه مرة وقال ان شاء الله ويباعد، ومرتين ويباعد وان شاء الله وخير وبجيك، لين طقت سبده وراح واشتكى عند الشرطة. فيوم دقوا عليه الشرطة قالوا تعال، دقوا على اللي يباعد بالعزيمة، فيوم جاء العلم يا جار عسى خير، قال والله جارك مشتكى عليك، العلم قال والله ليش ما عزمته ولا قلط علي، فألزموه انه يقلط عليه. فالواحد احيانا يكون يعني يستجيب للدعوات اللي تجيه
من جيرانه. وازع نبي كلمه عن الجار، استريح بحكم انك انت حنا جيرانك في انساح، استريح. والله القهوه دي طالبها مني واحد بس خلني اسحب عليه. والله الجار وعندك طول الله عمرك، الجار مثل على ما قال مثل العم مثل اخو والدك. الجار ما تعني كلمه طول الله عمرك، ما تعده الا واحد من جماعتك القريب، وما يمسه كان يمسك. والجار والرسول صلى الله عليه وسلم اوصى بسبع جار. فاحنا عندنا جارنا الله يذكره بالخير، جيراننا والله كلهم نعم، لكن في شخص علاقته معنا غير، اللي هو سعد بن زبع العصيمي. ونعم يستاهل يقول نواف. علاقته معنا شيء كان احنا عيال اخوه وعواله، كان احنا وياهم يا ولد اخوان، احنا وياهم اخوان، طلعاتنا سوا وراحاتنا سوا، لدرجه ان هو ابوي اذا ابوي خذ ذبيحه فقسمها بيننا وبينهم، واذا هو شرى ذبيحه قسمها بيننا وبينهم. هو يروح تقضى دائما هو ابوي، فيقسمون المقابل بين البيت ذا والبيت ذا، خذوها عاده ابوي وابو نواف. فالشيء اللي فقدته بعد يوم دخلت البرنامج، والله اخوتهم فقدتهم، يتقضون يروحون ويجون. فان شاء الله اني جايهم باذن الله سلامتك. هذا اقرب مثل يعني في الجار. الجار الواحد يحرص على الجار. احنا نقول انه احنا نتكلم عن كثير مواضيع توعويه في المجتمع، لكن الجار اشوف انه ممكن من دخل البرنامج ما تكلمنا عن الجار، والجار له حق علينا. تسمح لي ودي هلا وندر عندي لي يلا عشان اغني لك شغلات. تب تب الظاهر ان ابو محمد يطالع يشاهدنا الان، رأي غالي ويشوفنا، يطالعنا يناظرنا يراعي لنا يبحر لنا يشوفنا يعايننا. اللغة العربية بحر يا اخي، من جميل اللغة العربية انه الواحد اللي صار عنده مخزون لغوي كويس انه ما يبلش. احيانا المرادفات معك كثير. وما ضرنا أن عزيز جارنا، ولكن جار الأكثرين ذليل. يا لا لا يا لا 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 يا لا. أنا من عشان أني ما أنسى في لي قصيدة وينتشر من هذا البيت طويلة في الشركة، من ضمنها بيت اشتهرنا بالقبائل، نعم جار ونعم جيرة لين صارت لا نزلنا حولنا تغلى الأراضي ولا عليكم زود. فيعني الجار كم واحد بواحد رحل عنه جاره وقال قلع تقلع فك منه، كم واحد بواحد لا والله بتى قال ما حد يحل محله. الجيرة يا لا لي لا لا لي لا لي يا لي يا لا لا لي يا لا لي يا لا لي يا لي يا لي يا لا يا لا لي يا لا لي يا لي يا لا 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 يا اللي دخلت يا اللي دخلت أنا. ايه خلوا نبي نطبخ نبي نطبخ ولد نبي نطبخ. طيب خذ النازل ان يا اخي من اجمل الابيات اللي فيها بذل جاه، ويعني اللي يكون فيها تشفع لاحد ما، ابيات حنس الذئابي بابن ربيعان. يقول يا ابن ربيعان، هو كأنه يجون الجماعة واجد وهو يمن على بربعان، وكل ما يجي بربعان سم وابشر ونعم والله له غريبة منهم اثنينهم. فيقول يا بربعان وجهي منك ياكلني، والوجه ما هو صفات بارد معها، أنا استحي منك وأنت تستحي مني، والكل من أعلم الطيب يبغاها،
ترى أنا يزبنك يوم الناس تزبني والناس للناس من يوم الله أحياها. الله يا أخي جمال السلاسة، جمال اللغة ولطافة فيه. أبروي لكم قصة. أبوي الله يطول بعمره، يعني اللهم لك الحمد، يعني العلاقة معه علاقة أخوية يعني، وانتبادل يعني كثير من الأحاديث واختلاف الرأي لا يفسد الود قضية، وبالعكس يعني عزز كثير من ثقة مناحي أثناء الكلام أثناء بدوجة النظر. وأحيانا يعني وأنا يعني على خطاه إن شاء الله بالمراجل وبالقصيد وبالعلوم الطيبة. فيه مرة أذكر أني قلت فيها بيات أقول أبوي حبه فرض في دين الإسلام، وادعي يديم الله علينا كفوفه. أبوي حبه فرض في دين الإسلام، وادعي يديم الله علينا كفوفه، وأنا ولده وأحث الأقدام بقدام وأقلده حتى بطريقة وقوفه. من حقي أسخر للأبيات الأقلام حتى أحاول أوصفه في رؤوفه. إليا كسبت رضاه شيء من الأنعام، وخسارته حاجة مهي بمخلوفة، له مدة تغنيك عن باقي الأيام، ويعطي ولو ما كان تسمح ظروفه. من هيبته لا من زعل مالي عظام، كل اللي ما ودك تشوفه تشوفه. وليا تصادفنا على الشارع العام، أخاف حتى أصير جنبه وطوفه. الله الله كذلك الأم أذكر أني قلت بعض الصراحة ما بها أي راحة، حتى لو أكتب كل كلمة بدمي. صحيح أنا شاعر ورغم الفصاحة، إلا أني أمي في قصيدي عن أمي. وفيه اللي يقول فيها بيات لي ثانية، اللي يقول أمي عسى الله يرضى عني وعنه، أسعى رضاها مثل مسعاي للعليا. أمي عسى الله الله يشغلك. عدي أمي عسى الله يرضى عني وعنه، أسعى رضاها مثل مسعاي للعليا، ودام أسأل الله في الدنيا لها الجنة، وشلون أبخل عليها بشيء في الدنيا. هذا اللي ما حسبنا حسابه. أو إلي المايك.